شيء موجود في السوق بس اميزه انا باختصاصاتي. حلو الشغل ده. ايوه بص لا ما خلاص احنا متفقين وساكتين على راينا. لازم يبقى في ميزه في البراند بتاعنا. طب ممكن تمسح السبورة وتكتب بقى هنقسمها البراند ده موجود على ارض الواقع بس ملوش موجود على الفرن. يعني انت نعمله سؤال على الفرن صفحات ويب سايت اي حاجه من هذه. واحنا بنعمل الحاجات دي المفروض نعمل لها بحث عن الكلمات الرئيسيه علشان الكلمه دي هي اللي هتجيب العمل. هو بيبحث مثلا دلوقتي عن بدل رجال، انا لازم استهدف الكلمه دي، هي اكتر كلمه بتجيب ناس، لازم استهدفها عندي في الويب سايت علشان تظهر. انا استهدف فيها ناس كده، انا استهدفت كده، انا هستهدف مجموعه كلمات واوثقها في وسط الكلام بتاعي بحيث ان هي تكون متناسقه مع الكلام ما تبقاش صحيح. دي اول حاجه، ده كده بتروح بعدها هختار محتوى يكون قوي ومناسب وفي نفس الوقت يكون متميز عن طريق مثلا القماش. انا جايب قماش انجليزي، صوف انجليزي، المكن الماني، حاجه مختلفه مش حاجه موجوده. الحاجات دي مثلا غاليه جدا، فدي هتسوق بعد كده. ده بنشتغل بنظام الاس اي او، ان احنا نقعد نطور في الحاجات دي، نستخدم جوجل اناليتكس ونشوف التحليلات بتاعته برده. يعني النقطه دي الكلمه دي مثلا جابت لي 10000 واحد، الكلمه دي جابت لي 1000، يبقى الكلمه دي انا مش هحتاجها، بشيلها والكلمه مثلا ببدا استخدم التحليلات بتاعتي واشوف هي هل مناسب اكتر وبعدين افضل. وهستخدم ممكن بعديها الاعلانات المموله، جوجل ادز، ممكن استخدم اعلانات مموله على السوشيال ميديا. كل ده هيجيب ناس بسرعه، يعني حاجه فوريه مش محتاج تاني فوريه عكس الاي او. ده لسه. طب انت اكتب بقى الحاجات اللي ممكن تعملوها للتسويق البراند، خطوط عريضه. ماشي اكتب. ممكن طبعا بقى في لازم التواصل الاول مع المستهدف عن طريق البريد الالكتروني او السوشيال ميديا. اكتب لنا بقى واحد تحديد بس قبل تحديد الفئات المستهدفه لازم تكتب رقم واحد اسم البراند بتاعك واللوجو. طب ماشي، ما لازم رقم واحد. اكتب بالترتيب، واحد اسم البراند. لا احنا ليه هنطلع نقول الكلام ده؟ ما ينفعش كده. لا ما هو احنا اوريدي عاملين البراند. اسم البراند. طب انتم محددين اسم براند ايه؟ كي ام. كي ام. ايوه ابدا شرح كي ام. يلا قدامك دقيقة. كي ام. كي اند ام. ماشي. وبعد كده تحدد الفئات المستهدفة، المكان، وبعد المكان بقى ايه خطة التسويق بتاعتك ايه؟ ماشي، ما احنا عايزين نكتب ده عشان خطة خطة التسويق على الانترنت. يبقى ده هو كده. وريني كده شكل البرنامج. انت كمل لنا بقى عشان كمل لنا. لا قول بالبق كمل لنا. انا قلت وصف الاول. طيب خلاص ماشي، اوكي شكرا.